سعر السوق شوي غالية، يعني يوصل 2000 الحين النعيمي. وهجينا رحنا للسواكي. الذبايح، الذبايح غالية. الذبيحة الزينة اللي تجمل 2100 2200. أقل من 2000 ذبيحة تكون صغيرة. بالنسبة لسوق حفر الباطن بشكل عام يعتبر أكبر سوق على مستوى الشرق الأوسط. السوق غالي وسبب غلاه قلة الحلال، الحلال قليل جدا، والوقت الحالي ربيع، أكثر البدو ما هو بحاجة البيع الوقت الحالي، والأغلبية منهم يبي يبيع في وقت الموسم اللي هو رمضان، فقلة الحلال هو اللي سبب الغلاء هذا.